patient sitting and examination and then self-chair. المقدمة إنه ال this بالدنتال شير كلش مهم ويأثر لنا على السكسس of dental treatment. فالشير بوزيشن هو كلش مهم يعني ومن أهم النقاط اللي تأثر لنا على نجاح الدنتال تريتمنت. فالكوركت بوزيشن of the operator الجلوس أو الصحيح للدنتست بالشير مالته كلش مهم حتى يحصل رؤية جيدة ويقدر يحصل وصول جيد أو إمكانية وصول للتجويف الفموي. The proper positioning of the patient and operator with illumination and retraction كلش يعني يقول لك هنا الوضعية الجلوس الصحيحة للدنتست وللبيشنت وكذلك الرؤية أو الإضاءة الموجودة عندنا والريتراكشن كلش مهم حتى نحصل رؤية جيدة. بالتالي الرؤية الجيدة والوصول الجيد للأوراكافيتي راح يحقق لنا نجاح التريتمنت أو الدنتال تريتمنت. إذا الدنتست راح يستمر بعملية جلوس صحيحة خلال الدنتال تريتمنت راح يكون يقلل من الجهد والتعب والضغط على الجهاز العضلي والعظم العضلي والعظمي حتى لا يصير عندنا occupational hazard during dental treatment. هاي النقاط كلش مهمة بالنسبة للدنتال تشير. أول شيء الدنتال تشير يجب أن يكون قادر أو أن يوفر للبيشنت ويجب أن يكون يعني الدنتال تشير يوفر سبورت دعم أجزاء جسم المريض مثل الهيدريست الباكريست الأرمريست وغيرها. والهيدريست اللي هي اللي ينتج عليها أو اللي يحط عليها البيشنت راسه تكون attached to the supporting patient chin يعني يوفر لنا دعم للتشن حتى لا يسبب ضغط على عضلات chin of the patient و provide maximum working area ويكون يحطوا الدنتال تشير بمكان مريح حتى نقدر نتحكم بالcontrol switch واستخدام الفود switch مفاتيح القدم هي تكون مفضلة حتى نقلل من انتشار العدوى. البيشنت بوزيشن جلوس البيشنت بالدنتال تشير. The patient should be seated so that all body parts are well supported. جسمه مدعمة بواسطة الدنتال تشير. Will patient head always be supported by adjustable articulated headrest. من يقعد البيشنت على الدنتال تشير يجب أن يكون رأسه مدعوم بواسطة الهيدريست حتى لا يتحرك أثناء الدنتال تريتمنت. Preferably the patient head should be in line with his back. من المفضل أن يكون رأس المريض بخط مستقيم ويا الظهر. The chair height should be kept low. أول ما يجلس البيشنت بالدنتال تشير يفضل أن التشير يكون مستوى ناصي ويكون بالأبرايت بوزيشن بوضعية مستقيمة والأرم ريس نقدر نتحكم بها لحيث نو the chair can be adjustable to place the patient in reclining position. بعد ما يقعد البيشنت بالدنتال تشير بوضعية مستقيمة بعدين نقدر نحطه بالريكلينينج بوزيشن اللي هي وضعية الاستواء. زين الشير بوزيشن. الشير بوزيشن بعدة وضعيات حسب الدنتال تريتمنت اللي احنا بنشتغلها. الابرايت بوزيشن هسه راح طبعا نشرح لكم عليها ويا الصور. الابرايت بوزيشن اللي هي تكون الوضعية المستقيمة او التسعين درجة نقدر نقول عليها. الالموست سوباين وضعية الاستلقاء ريكلين 45 ديجري
مستلقي بدرجة 45. أول شيء عندنا الأبرايت بوزيشن، مثل ما نشوف بالصورة وضعية مستقيمة أو 90 ديجري. هاي الانيشيال بوزيشن اوف ذا تشير، يعني أول ما يقعد البيشنت على الدنتال تشير يجب أن يكون التشير بالأبرايت بوزيشن. من هاي الوضعية نقدر نغير التشير إلى أذر بوزيشنينج. ثاني شيء almost supine، وضعية الاستلقاء، البيشنت يكون مستلقي تماما. In this position الهيد الرأس والني يعني الركبة and الفيت والفيت اللي هي الأقدام تكون the same level بدرجة واحدة، لكن البيشنت هيد should not be lower than the feet except in the case of spinocerebral attack. بهاي الوضعية الاستلقاء يكون الرأس والركبة والقدم بليفل واحد بمستوى واحد، وأبد ما يصير إنه نحط الليفل of the arm العفو الليفل of the feet يعني مستوى القدم أعلى من مستوى الرأس إلا بحالة واحدة، إذا عندنا صارت حالة إغماء للبيشنت أثناء الشغل فنحاول نصي الرأس اللي أكثر ما يمكن. تمام لهنا؟ تمام دكتورة، يعني إذا صار عندي unconscious patient أقوم كأنه تمام. بس بحالة الانكونشيوس اللي هي حالة الإغماء أو سينوكوبيا أتاك فقط نحط الرأس بمستوى أقل من القدم. زين الوضعية الثالثة اللي هي reclaim 45 degree مستلقي بدرجة 45. هنا يكون المانديبولار اكلوزال سيرفيس ار اولموست 45 ديجري تو ذا فلور، الاسطح الاسنان السفليه تكون 45 ديجري تو ذا فلور. طبعا هاي الوضعيات الانجلز وغيرها كلها مهمه، تجيكم فراغات او ام سي كيو وغيرها، بس شرح ما تجي. اوبريتنج بوزيشن زين، يعني طب الأسنان الحديث يفضل وضعية الجلوس للدينتست، ليش؟ حتى يقلل الضغط على الأقدام وحتى يكون الظهر مدعوم بواسطة التشير مثل ما تشوفون بالكرسي. The level of the teeth being treated، مستوى الأسنان اللي دا يعالج لها الدينتست يجب تكون بمستوى واحد مع الأوبريتنج ألبو، مع الأكواع أو العكس مثل ما نقول. تمام؟ إذن الطب الأسنان الحديث يفضل الدينتس يكون جالس أثناء الشغل حتى يقلل لنا الضغط على الأقدام وحتى الظهر يكون supported أو مدعم بواسطة الشير، ومستوى الأسنان اللي نشتغلها يجب أن تكون بمستوى واحد مع الألبو مع الأكواع أو العكس الدينتس. زين حتى يوضحوا لنا كيفية جلوس الدنتس أثناء الدنتال تريتمنت مثلوا لنا الوضعية بالكلوك بشكل ساعة، بحيث رسموا لنا سيركل دائرة السنتر مالتها مثل ما تشوفون بالصورة، السنتر مالتها هو رأس البيشنت، سنتر الساعة هو رأس البيشنت، والدينتست يجلس بوضعية ال 7 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock. هاي إذا كان الدينتست يمناوي، أما إذا كان يستخدم اليد اليسرى فيكون يجلس الدينتست عكس عكس الدينتست إذا كان يستخدم اليد اليمنى، فيجلس على ال 5 o'clock, 3 o'clock and 1 o'clock. حتى نوضح بصورة أبسط يعني دكتورة إنه رايت نعم يعني الليفت هاند دينتست يكون ما يقدر يجلس بال 12 o'clock اللي يعني هو الاندايركت بوزيشن، يقدر يجلس بس الموست نقول موست فاربل بوزيشن إله هو ال 5 وال 3 o'clock and 1 o'clock. طبعا هسه راح نجي نشرح بصورة يعني شلون يعني أكثر مفهوم لكم
وشنو الشغلات البوزيشن الاكثر تفضيلا لكل دنتال تريتمنت. بس انه اهم شيء تعرفون انه الدنتست اللي يستخدم اليد اليسرى جلوس سيكون عكس جلوس الدنتست اللي يستخدم اليد اليمنى. زين تمام دكتور رايت. هاي هسه نشرح على الدنتست اللي يستخدم اليد اليمنى يمناوي يعني اللي هو اكثرنا. رايت فرونت بوزيشن اللي هو 7 اوكلوك. اذا رايت فرونت بوزيشن الى تسميه ثانيه هو ال 7 اوكلوك. ات هيلب ان اكزامينشن اوف ذا بيشنت. اذا ايش وقت نستخدم ال 7 اوكلوك بوزيشن او رايت فرونت بوزيشن؟ من اول شيء من نريد نفحص البيشنت. اذا ان ذا اكزامينشن اوف ذا بيشنت الوركينج اريا اللي نقدر نشتغل عليها من نستخدم هذا البوزيشن هي مانديبولار انتيرير. ما مثل ما تشوفون بصوره توضح لكم اكثر المانديبولار انتيرير، مانديبولار بوستيرير تيث، ماكسيلاري انتيرير تيث. زين هاي الرايت فرونت بوزيشن او التسميه الثانيه لها 7 اوكلوك اكثر شيء نستخدمها بالاكزامينيشن. هسه الرايت بوزيشن ال 9 اوكلوك التسميه الثانيه لها 9 اوكلوك. In this position, بهاي الوضعية, dentist يجلس exactly right to the patient. يجلس بالمضبوط يمين البيشنت. The working area, the higher position, هي the facial surfaces of the maxillary right posterior teeth, the facial surfaces of the mandibular right posterior teeth, with occlusal surfaces of mandibular right posterior teeth. هاي الوضعية الثانية اللي هي right position أو 9 o'clock عندما يجلس البيشنت تماما بيمين البيشنت. زين right area position right rear position اللي هي 11 o'clock. In this position the dentist sits behind and slightly to the right of the patient. يعني بهاي الوضعية الدنتست راح يجلس خلف المريض وشوية إلى يمينه. This preferred position for most of dental procedures. إذا يجيكم MCQ إنه شنو هي الوضعية اللي أكثر استخداما بالدنتال تريتمنت هي ال 11 o'clock. من أكثر الوضعيات اللي يستخدمها الدنتست أثناء الدنتال تريتمنت هي ال 11 o'clock. زين الوركينج اريا البليتال اند انسايزال اوكلوزال سيرفيسز اوف ماكسيلاري تيث ومانديبولار تيث دايركت فيجن. الدايركت رير بوزيشن او التسميه الثانيه لها ال 11 اوكلوك انه الدنتست مباشره يجلس خلف المريض لا يمينا ولا يسارا behind the patient مثل ما تشوفون بالصوره. الوركينج area of this position هي lingual surfaces of mandibular teeth. دائما نستخدمها من نريد نسوي scaling لل lower teeth خاصة ال incisal surfaces وكذلك من نريد نسوي filling لل lower anterior teeth. هنا ده يقول لك الفرق بين right handed operator ال three preferred position إلها 7 o'clock, 9 o'clock, or 11 o'clock. With left-handed operator, the most preferable three position هي 5 o'clock, 3 o'clock, and 1 o'clock. ومثل ما حكى زميلكم إنه يقدر ال left-handed operator يستخدم ال 11 o'clock, لكن ال preferable إله هو ال 5 و 3 and 1 o'clock. لهنا أنا مفهومة؟ تمام مفهوم. نعم دكتورة. Then consideration while doing patient. شنو هي النقاط اللي نحطها ببالنا من نشتغل للpatient while doing work in maxillary arch من نسوي من عندنا شغل أو dental treatment بالmaxillary arch فأسطح الأسنان العلوية تكون perpendicular عمودية to the floor. هاي مهمة من نشتغل بال
upper arch أسطح الأسنان العلوية تكون عمودية ويا الفلور، بس من نشتغل باللور arch فأسطح الأسنان السفلية تكون 45 degree to the floor 45 درجة مع الأرضية. Patient head can be rotated، رأس المريض نقدر نديره شوية يمينا شوية يسارا حسب شغلنا وحسب الطريقة اللي نحصل بها good visibility and يعني visibility reach to the oral cavity. Maintain proper working distance during dental procedure، نضع مسافة مناسبة بينه وبين البيشنت أثناء الدنتال treatment. والأوبريتر should not rest for arm، الديتس مو صحيح انه نحط ايده او الارم مالته على البيشنت شولدر على اكتاف المريض اثناء الدنتال تريتمنت، يعني دائما اثناء الدنتال تريتمنت انه الديتس ينتبه انه ما يحط ايده على اكتاف المريض، وكذلك ما يستخدم البيشنت تشيست صدر كيس صدر المريض as instrument trolley، يعني ما نحط الأدوات على صدر المريض أثناء الشغل. وكذلك the operator should leave left hand free during most dental procedure، أغلب الشغل نخلي left handed free و keep changing position in a procedure. إذا كانت ال procedure طويلة فالدنتست يغير البوزيشنينج مالته حتى يقلل الستريس على المصل ويقلل الفتيج. بوزيشنينج تيرمينولوجي when working on anterior sequence، من راح نشتغل على الانتيريور sequence سواء كانت upper أو lower، your left hand دائما left hand يسموها non-dominant hand والright hand يسموها dominant hand are positioning on posterior side of the patient، من راح نشتغل على الانتيريور كيس فإيدنا اليمنى وإيدنا اليسرى نضعها على البوستيريور كيس. Anterior surfaces toward my dominant hand اللي هي الcolored والanterior surfaces away from my non-dominant hand اللي هي Y anterior key. طبعا هسه ما راح تقدرون تفهموها لما بعدين تراجعون المحاضرة وتقدرون تفهموها الصورة جيدة. دكتورة أيضاها زين، من راح نشتغل على الأسنان الأمامية سواء كان anterior filling anterior scaling وغيرها، دائما إيدنا اليمنى وإيدنا اليسرى نحطها على الأسنان الخلفية، تمام؟ تمام. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية anterior surfaces toward my non-dominant hand. ال non-dominant hand هي هي اللي هي ال left hand. قلنا non-dominant left hand نسميها non-dominant hand. زين. الكالر انتيريور سيرفيسز تكون دقيقة انتيريور سيرفيسز توورد the color anterior surfaces in this illustration. الكالر كيس تكون توورد الإذن اليسرى وبالعكس الأسنان الغير ملونة الأسطح الغير ملونة اللي هي الأسنان البيض زين تكون باتجاه إذن ال يبنى زين anterior surfaces away from my non-dominant hand the white anterior teeth زين، يعني انتو تنتبهون على الأسطح الملونة زين وتنتبهون على ايدكم اليسرى وايدكم اليمنى، اهم شيء تفهمون انه non-dominant hand هي ايدنا اليسرى والdominant hand هي ايدنا اليمنى. Then, position. Then, posterior aspect. Facing toward me. Then, احنا طبعا دائما نقعد اللي بدنا نحكي على الديتس إذا كان يمناوي يقعد بالاتجاه اليمنى بالنسبة للبيشنت. Then, فالcolor posterior surfaces. هنا الposterior teeth. الكالرد اللي هي الفيشيال سيرفيسز تكون
باتجاهنا. المكزيلري رايت، المكزيلري رايت بوستيرير سيكونس، والمكزيلري لانجوال، والجوه نفس الشيء. ده تفهمون؟ نعم دكتورة. هنا أنا دا يقول لك شنو هي الأسطح اللي تكون باتجاهنا من راح نقعد بالجهة اليمنى. فمثل ما دا تشوفون بالصورة، بالنسبة للأبر الفيش المكزيلري رايت الفيشال سيرفيسز، والمكزيلري ليفت اللينجوال سيرفيسز، واللور هم نفس الشيء، مانديبولار رايت الفيشال سيرفيسز، والمانديبولار ليفت اللينجوال سيرفيسز. تمام؟ تمام دكتورة. تمام دكتورة. زين. Posterior aspect facing away from me. بالعكس الأسطح الخلفية اللي هي تكون بعيدة باتجاهي. شنو هي؟ عكس يعني السلايد القبلة. المكزيلاري ليفت تكون الفيشيال سيرفيسز، والمكزيلاري رايت اللينجوال سيرفيسز. واللور نفس الشيء، المانديبولار ليفت، المانديبولار ليفت بس الفيشال سيرفيسز، والمانديبولار رايت اللينجوال سيرفيسز، يعني عكس السلايد القبله. هنا الاسطح اللي تكون بعيده عني، السلايد القبله الاسطح اللي تكون باتجاهي. زين تمام طلاب، ادري هي ان شاء الله تدوخ، بس انتم من راح تقروها راح تفهموها. السلايد القبله دا يقول لكم شنو هي الاسطح اللي تكون باتجاه الدنتست بالنسبه لل بوستيرير اسبكت، عفونا من الانتيرير. الانتيرير شرحناه بالسلايد القبله. هنا دا يقول لك الاسطح الملونه اللي تكون باتجاه الدنتست، هاي الاسطح. بالسلايد الوراء هنا يقول لك الاسطح الملونه هاي راح تكون اللي هي away from the dentist. تمام؟ تمام دكتورة، واضحة. عكس الأسطح اللي بالسلايد القبلة. الكونكلوجن آخر سلايد، إنه البروبريوز of the chair position as according to the relative operating area help the operator to complete the procedure without delay. استخدام الدنتال chair بطريقة صحيحة يساعدنا على إنه نخلص الدنتال treatment بدون اي تاخير، وكذلك يقلل الستريس والماسكولوسكيليتال ديس اوردر بالنسبه للدنتست. تمام تمام دكتور. تمام. احد عنده سؤال؟ ترى مو تشوفوها يعني محاضره هيك، ترى محاضره مهمه وهوايه تجي منها ام سي كيو بالنسبه للبوزيشن اوف ذا دنتست بالدنتال بالشير ماسه، وبالنسبه للبوزيشن اوف ذا بيشنت بالدنتال شير كلش مهم. زين، مو يعني تحسوها محاضره غير مهمه، بالعكس محاضره كلش مهمه، يجي هوايه منها هوايه ام سي كيو. لا دكتور دكتور، يعني يسموها حتى فاهمين احنا من بدايه السنه انعادت علينا هوايه. تمام. وين ماخذيها؟ بيا ماده اوبرتيف اورال سيرجري، مو الاوبرتيف لانه غيروا الماده المنهج، صار هو مادة وزارية، ف يعني غيروا محاضراته فانحنت علينا. تمام. اي بقى هاي من الزينات على مود تسهل عليكم. اي دكتور. طلاب يعني تحملوني، بس راح اخذكم محاضرة تلوح عملي، مو اليوم لا تخافون، خلال هذا الاسبوع نحدد انا وعبد الله نعطيكم يعني خبر انه يا يوم تكون. تمام؟ ان شاء الله دكتور. هي المحاضرات العملي مال ورا نص السنة بس ثلاثة، اليوم أخذنا واحدة وبقت لنا اثنين. تمام؟